تضع في شروط تعجيزية، هي في حقيقة الأمر ليست تعجيزية، هي في حقيقة الأمر تتبع في نهج النبي صلى الله عليه وسلم الواضح. قال الله عز وجل: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فصراط النبي صلى الله عليه وسلم واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. فنحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الله، المبادرات الموجودة في دار الإفتاء من المؤسسات، سواء كانت المؤسسات الخاصة أو منظمات المجتمع المدني أو المجلس الأعلى للمصالح أو غيره، مبادرات كثيرة، لكن على أرض الواقع لماذا لم نراها في أرض الواقع؟ لم نراها في أرض الواقع لأنها حقيقة مبادرات هشة، لم تقم على شرع الله عز وجل، لم تقم على أحكام تضمن للمظلوم حقه وتضمن عقوبة الظالم، غير موجودة في هذه المبادرات. مبادرات تقوم على العاطفة، تقوم على سرعة استقرار، يعني يريدون سرعة إنهاء هذا الملف، وفي حقيقة الأمر المبادرة كما ذكرت كثيرا. ربما نحن إذا أردنا أن نذكر كم من المبادرات التي جاءت لدار الإفتاء والمصالحات، ودعيت دار الإفتاء لاجتماعات بين مصراتة والزنتان ولم تصل إلى نتيجة، دعيت بين المشاشية والزنتان ولم تصل إلى نتيجة، دعيت بين مصراتة وتورغة ولم تصل إلى نتيجة. ونحن مع هذا كله، كلما تصلنا دعوة نقول ربما هذه الدعوة يكون فيها خير، ويطلبون منا أعضاء من دار الإفتاء فنقبل على هذه الدعوة ونرشدهم إلى ما هو صواب.